في مقال أثار بعضا من الجدل، راح أقول جدل كثير. لو كان البخاري بيننا، كتبت مقال أول، مقال ثاني، وبعد ردود الأفعال كتبت مقالك الثالث وعنونت له لو كان البخاري بيننا لقتلوه. خلاصة ما جاء في مقالك العبارة التالية، وتفضل بعدها أشرح كما تريد. ما أود التنبيه إليه في هذا المقال هو عدم التحرج من مراجعة كثير من هذه المتون القديمة على ضوء المستجدات العلمية والطبية الحديثة، لاعتراف بأن كثيرا من هذه الأحاديث التي كنا نعدها صحيحة في الماضي قد لا تكون كذلك في ضوء الوقائع المؤكدة والتغيرات العلمية الأخيرة. وش اللي خلاك تدخل هذا الغمار يا أستاذ فهد؟ من أسئلة القراء. يعني قبل ما نبدأ في الجواب خلينا نأكد على شيء مهم وأبغى القراء يسمعوه بشكل جيد. ما في شك أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، وأن لا أحد يوازي البخاري في خدمة هذا التشريع. ولكن البخاري نفسه يقول أنا كنت أحفظ 300,000 حديث، 300,000 حديث، اختار منها 4,000 فقط بدون تكرار لصحيحه. هذا يعني أنه أنكر واستثنى كم؟ 3,000؟ لا، 296,000 حديث، 296,000 حديث. يعني لو كان عنده 50 حديث اختار واحد وأنكر 49،